هو الوزير ابن الوزير، هو حفيد المنصف بي، هو الطالب المتفوق المتحصل على شهادات في المالية والتجارة الدولية من أكبر الجامعات الفرنسية، هو القادم من عالم الاقتصاد لترأس وزارة الاقتصاد. علي الكعلي من مواليد 64 بتونس العاصمة، بوهو دقصر هلال وأمه بنت المرسى، تربى في عائلة مسيسة أبان عن جد، زاول تعليمه الابتدائي في إسبانيا وين كان بوه المنجي الكعلي سفير تونس في إسبانيا. منجي الكعلي الوالي السفير الوزير المدير بالحزب الاشتراكي الدستوري في عهد الزعيم الراحل لحبيب بورقيبة. جد علي الكعلي رفيق الدراسة للزعيم لحبيب بورقيبة في الصادقية. علي الكعلي صاحب خبرة 33 سنة في المجال المالي والمصرفي، ويتولى عدة مسؤوليات في 3 مؤسسات مالية وفروحة في كل من سنغافورة، اليابان، فرنسا، الأردن، البحرين، الجزائر وتونس، وفي رصيده 20 عام من التسيير على رأس هذه المؤسسات. دخول علي الكعلي في الحياة السياسية ما كانش من باب الوزارة، بما أنه أحد مؤسسي حزب أفاق تونس اللي انسحب منه، وسبب حسب كلامه استحالة التوفيق بين النشاط والحزبي وترأسه لمؤسسة بنكية. علي الكعلي اللي رفض باش يكون موجود في حكومتي الجملي والفخفخ، يرحب بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مع حكومة المشيشي في ظرف حساس ودقيق. هو من أكثر وزراء المشيشي حضوراً في وسائل الإعلام، تعرف بابتسامته العريضة والهدوء اللي يزيد عن حده في بعض الأحيان ويوصل يستفز البعض. ديما أنت تحكي الحق ماخذ راحتك، محليك صح عليك، ولا منين تجيب في برودة الضحكة والواحد وانت قدامك فلاس البلاد. رغم هدوءه، كل خروج لعلي الكعلي يثير جدل، خاصة كيف نحكيه على الدعم شهر الموظفين وخاصة شبح الإفلاس اللي هدد البلاد. علي الكعلي بصراحة وتصارح التوانسة، البلاد على حافة إفلاس، ما نتصورش. كيف نحكيو على علي الكعلي اليوم نلقاو الأسئلة والانتقادات ونوصلوا حتى للاتهامات، هذا وغيره يجاوبنا عليه الليلة علي الكعلي في هل من إجابة.